هاجي اسلك على الكور ده واروح اقول له اساين شيل بير ليبل وادي له بي 1 اهو. ممكن اعمل بقى فيو سيت 3 دي فيو واقول له هات لي اكس واي من فوق اهو، واسلك على الكور ده اهو، سلكت على الكور ده اهو في كل الادوار طبعا عشان اعمل فيو من فوق، عامل 3 دي فيو فهو ظاهر لي كل حاجه عشان بدل ما اعمل اول ستوري ويفضل يلخبطني فيها يعني. وادي له بي 2 ما كده سواس كل ده خد بي 2، واقوم مسلك على الكور ده واقول له ادي لي ليه بي 3 والشير وول دي واديني بي 4 والشير وول دي وخلي لي دي بي 5. حلو جميل كده. اعمل كل واحده بير، اديني بس هقول لك حل، هقول لك هسلك على بير واحد ده واروح اديله الحديد المينيمم بتاعه ازاي؟ بقف على عند الكور دي، احنا خلاص بقى خلصنا هنا العمدان والكاميرات خلاص، دلوقتي بنصلح هنا ايه كور، فاروح برضو اتشيك على نفس البي اس والرش والجاما والكلام ده، واخش برضو اتشيك هنا على الكومبانيشن بتاعتي اهو، سلك لوك كومبانيشن تاني اهي، كومبانيشن اهي تاني، يبقى بتشيك على الكومبانيشن في كل ديزاين هنا وهنا والكود هنا وهنا. في مشكله كده؟ اه برضو كل حاجه هنا هي هنا تمام. بعد كده اجي هنا واقول له اساين بير سيكشن واقول له حط لي يونيفورم ريفورسنج، عايز حديد يونيفورم. عارف ده ليه بنعمل كل كور لوحده؟ عشان كل كور بياخد تسليح تمام. هقول له يونيفورم reinforcing. اللي انا بقوله ده الكلام بقى بيروح منه. هقول له انا عايز سيخي كام؟ احنا قلنا 12 كل كام؟ 150 اهو. عايز سيخ 12 كل 150 والكفر 25. عايز الحديد في الكورنر كام؟ انا مثلا كنت هكثف في الكورنر فاي 18. احط له هنا في الكورنر عايز فاي 18. اهو. في مشكلة كده؟ هخش بقى على بير بير واديله تسليحه. هاجي بقى على الاثنين دول، دول كانوا 40 فمن بتاعهم هتلاقيه اكبر، ولكن هديهم فاي 16 كل 150 بدل فاي 12 تمام. هدي لدول فاي 16 اهو، ونفس الحديد التكثيف فاي 16. في مشكله كده؟ قلنا لهم بير وسلحناه. واعمل رن. طب يا باشمهندس بقى انا عايز امثل الحديد اللي انا مكثفه ده بالظبط. اعملها ازاي؟ انا نفسي ما عملتهاش قبل كده، بس هوريكم تعمل ازاي برضه. تمام؟ عشان مش هيبقى عندك رفاهيه الوقت دي وانت مصمم تعمل اي حاجه. بتروح هنا، حد عنده مشكله قبل لحد دلوقتي؟ ماله؟ لا احنا حددنا الاركان 18 صح؟ اه ما حددناش كام سيك ولا هو حددنا. ما انا قلت لك اللي في الركن بس. انت عندك كام سيك في الركن؟ واحد بس خلاص انا عايزك ساحب. هقول له من هنا ديزاين جنرال بير سيكشن. انا عايز اعمل ديزاين بير براحتي، عايز اسلح براحتي بقى، مش عايز حديد يونيفورم. فبتقول له اد نيو بير، هسمي يا عم ده لبير واحد. او مثلا بير 4، احنا دلوقتي واقفين على بير 4. حلو؟ بيقول انت عايز تعمل واحد جديد خالص، يعني واحد جديد يعني هيقول لك ديزاين هنا ديزاين ترسم كورك وتسلحه. تبدا من الصفر يعني. اعمل له بير جديد بتسليحه. ولا عايز تبدا من حاجه؟ فهقول له ماشي يا عم لا ابدا لي من بير 4، انا عايز اعدل على بير 4. واقول له سيكشن ديزاينر. بص جاب لي بير 4 هو كان راسه كده. بص لما اقف على السيخ ده كليك يمين فاي 18 كنت حاطه ده الكورنر. طب اي سيخ هنا 16 اهو، احنا قلنا ال 40. بص اللي هنا 16. طب انا لو كنت مكثف هنا 5 فاي 18 هقف على ده هلاقي قال لي سيخين فاي 16 اللي هما الاثنين دول، خلاص خليهم لي فاي 18. طب هو انت يا عم مكثف هنا 5 مش 4، خلاص خليه دول 3.
اقول له اوكي اهو بقوم 3 في 18 فيها حاجه دي فيها حاجه. طب يا فندم لا انا كنت بقى مش مك... انا ما كنتش عامل كده، انا كنت عامل مربع عمود جوه، انا عايز اعمل عمود جوه يا عم بسيط. اقف على ده واقول له هنا نون انا مش عايز سي خالص، واقف على ده واقول له نون انا مش عايز سي خالص، واقف على دول واقول له انا عايز العدد بتاعهم صفر انا مش عايز هنا سياق خالص. مسح لك اهو تمام. هخش بقى على درو درو ريبار شيب. الحاجه دي ادفانسد ومش هتستعملوها بس يعني يبقى عندك معلومه تمام. تخش على درو يقول لك انت عايز ترسم لي سيخ وهترسم لي خط سياخ وهترسم لي عمود سياخ مربع ولا عمود سياخ دائري. اقول له ارسم لي عمود سياخ مربع. طبعا يرسم لك حاجه معفنه تفضل تعمل فيها ريشيب لحد ما يجي لك شارع الرعاش. بص بقى حاجه رخامه السنين، بتفضل تشدها كده وتجيبها هنا وتستنى شويه عم تتحرك ربنا ينفعها بالسلامه. طيب بس اتحركت بعد قد ايه؟ تفضل بقى تشد دي كده مش عارف تشد دي كده فهتقوم زهقان تقول طز في الشرول دي وتدلتها. اه والله بقول لكم من الاخر بفضل اعمل بقى ريشيب فيها تقعد تتحرك فيها وبتاع فهندوس كنسل وخلاص على كده. كده بقى عندي بير 4 بتسليح انا حطيته. عايز بقى تعمل له اساين على البير، ما انت في حياتك ما عملتوش اساين. بتعلم على البير ده وتيجي هنا وبدل ما كنت بتختار من اساين بير سيكشن يونيفورم تختار الجنرال اللي انت كنت معرفه. وتروح تقول له انا عايزه بير 4 من في التوب والبوتوم من اول للاخر. تقول له اوكي. بس كده انت عرفت له القطاع اللي انت حقيقي نضفته ده. في مشكله في كده؟ لو ما عملتوش كده يبقى حديد مكثفه ده حاجه سيفتي ليك. يبقى انا بحبح ايدك شويه. اللي هو حديد انت كثفته في الاول وفي الاخر ده. حد عنده مشكله كده؟ عرفتوا التسليح اللي دخلتوه اليونيفورم ده اتعرف شكله ايه؟ بس هو اساسا لما ورانا القطاع ما كانش مكثف، كان حاطط البنين بس. ايوه انت عارف انت غيرته بقى. انت هتكثف في الكاد. فده حديد زياده صح؟ عن انت متوازن عليه. فانت سيف معاك سيفت زياده تمام. ليه بقى القطاع بتاعك طالع حديد فاي 5.22 في المتر والقطاع بتاعك متربس حديد؟ لا ساعتها بروح كسر بايدك فعلا وطلعه عشان تبحبح ايدك انت كده الدنيا معاك بزراميت. يعني ايه 22 ده كتير قوي في الحيطه. فانت ممكن تعدي الماكسيمم اصلا بتاع الحيطه، والماكسيمم بتاع الحيطه برضه 4% زي الامداد تمام. طبعا انت لو طلع لك حديد 22 في حيطه 30 فاكيد كده الحته دي مشرخت ده اكيد يعني. فتروح اعمل الفرق من 3 ل 5 ثانيه ريحت معاك تاني لان اكيد الحته جايه عليها المومنت ده كله طلعها الحديد ده فاكيد شرخت. دي بقى الحاجه اللي بالخبره من غير ما نحسب بقى الكلام اللي بنحسبه زمان ده تمام. مكان نعمل ران اناليسيز ونعمل ران ديزاين ونشوف اللي يطلع سيف كان به، طلع عن سيف هنزود الحديد بس. في الاخر بنروح نرسمه زي القطاع هنا اهو اهو ده اهو كانت دي كان كوره اهو راح فين الكور اهو كوره اهو البيم السكشن الجاي ان شاء الله. المره الجايه هشرح لكم البيم شويه التشيكات واقول لكم القبه ولو حد عنده سؤال بقى بس انا بس نلحق نخلص من الاسئله والتكرار بفضل اكرره ده. بص كده ده اهو حيطه اهي ده الحديد الراسي ده الحديد الافقي هوريكم ازاي دلوقتي بنصمم عليه على الشير تمام. وده الحديد اللي انا مركزه. بص انا مدخل 12 تيخ فاي 16 هو في الحقيقه هتلاقي عامل لك ده وده بس ده يا ربي ده بس ده بس اللي هو في الكورنر ده هو انت مدخله فاي اعلى ده اللي هو في الكورنر بس. فانت مزود حديد عن اللي واخده في الديزاين فانت سيف خلاص سيف بزياده. طلع معاك الارقام كبيره وعايز بقى تحسبها بالظبط احسبهم من السكشن ديزاين ده اللي هو جنرال سكشن ديزاين. لو حطيته في الكورنر ما سيبش ايه؟ وانا كده كده هزوده بقى سيبه عادي سيبه بقى يعني. انت ساعات اصلا مش هتلاقي عندك رفاهيه تخش تعالى فعلا ما تعرفش مين اللي هو السكشن ديزاين ده. انا مش عارف اصلا اروح اجيب منين الصبر تفضل تشد تمسح السيخ تفضل تسيخ. لا احنا ممكن نعدل شكل معدلها في الاول كله. اه ممكن بقى تعدل الصف ده دي سهله دي ممكن تعملها دي سهله. انت انا مركز في الاول وفي الاخر اللي هو بالطريقه دي سهله تعدلها تدوس كليك يمين وزود الكل وزود العدد وخلاص دي سهله. انما انك تعمل شكل العمود ده عليه رخم جدا.
سيكشن النهارده حلو اهو، ما قلتش معلومات كتير وكله بالحب. اضحك عليكم يعني اكروتكم ومشيكم. انا ضمير، انا ما اعرفش اعمل حاجه يعني على قد فلوسهم والجو ده، يعمل حاجه بضمير يعني انا ما اعملهاش. حتى ساعة يا باشمهندس انت قلتها ايه؟ ايوه هي الشيء من يدخل فيه كاميرا. بص يا سيدي، انت لما تيجي تعمل كاميرا على الشيء وول احيانا بيعمل عندها اوتوميشن واحيانا بيهبل وما بيعملش. فانت الاحسن بالنسبه لك قطع البلاطه عند الجوينت دي، عشان عمليه خلي اسمها الجوينت، كاميرا مش خلي الجوينت على الرول. سلك على الجوينت ونور، قول له ديفايد البلاطه بالجوينت، مش عامل هبل في المحاضره الثانيه. بس المحاضرة الثانية دي مهمة جدا. انا رافع بتاعتكم وبتاع جروب الفل الاثنين. على اليوتيوب بقول لك يا محمد، تقول لي احترام حضرتك حاجة، تقول لي احترام يعني. تقول لي احترام حضرتك بتعمل كذا، تقول لي احترام. حتى تبعت ال اسال اليوتيوب، اسال جوجل. اسال جوجل خلص يا شباب لسه. صحيح المحاضرة دي ريحتك، هحاول اعمل لكم في درس ايه ان شاء الله، بس الاسبوع الجاي مستحيل طبعا. بس هو شويه شباب لازم يطالب مني يعني بجد سيفتي المهندس مش هينفع يموت، كان طالبها مني في الانزلاق في التاني. فانا عملتها بالتفصيل يعني، بس كل اللي فيها قلته في السكشن. بس انا من غيرك انا هنا عارف ان هم محاضرتين سيفتي. فالمفروض انا اخش اقول لك والله اللي المفروض اقوله لك يعني. البانشنج بدخل له كومباينيشن ونعمل تشيك طلع عن سيف زود بس خلاص المفروض اقول لك. ديفليكشن بيقول لك بتدخل له ثلاثه روت كيسز والسلام عليكم. انا مش هحكي لك كده، انت هتبقى رسام. رسام سيف. تيجي تعمل ديزاين انت مش فاهم الكونسبت، مش هتعمل ديزاين اصلا. وانتوا الحمد لله عندكم ناس في الكليه ما بتعملش اي حاجه، يعني الناس اللي فهمت الناس واخده في البانشنج في معادله واحده للاول اللي هي بول 3 1 6 جاز الاف اس يو على جاما سي دي ولا جاز الاف اس يو دي والمش عارف والحساب يحسب ويقيم من الاول، ده اللي اخدته في الكليه. سكريتش بتاع كده في منتهى الحاجة. عشان البلد. مش عارف اعمل سكريتش يا فياض. انا عارفه بس ازاي استخدامه اللي هو دور عليه على اليوتيوب يا فياض. يا عم عندك عمود اهو. عايز تكبره. اقف على العمدان واعمل لي ايزو عشان تبان هي بس. والله عندك ثلاث اربع عمدان طلعوا عن صيف واكبرهم 20 سم لفوق. اس وسلك على النص اللي فوق بس وشدهم يا عم مطرح ما انت عايز اهو. دوس اف 8 وخليهم 200 اهو 200 بس كبروا 200 سم. عندك مثلا الاربع عمدان دول والاربع عمدان دول هيكبروا خلاص يا عم. اعمل سلك شد دول ودول هيكبروا لبره مثلا او دول هيكبروا لجوه ايا كان، بس لازم يكونوا كلهم هيكبروا في نفس الاتجاه وبنفس المقدار بس. خلص اهو ديزاين، هقول له هنا ايه ديزاين شير وول مش ديزاين اعمده، هدوس ران ديزاين شير وول. ايه؟ الاجهزه اللي عندنا في البيت ما بتفهمش في الراندات دي، مش ممكن اسيبه واقوم مثلا ايه اعمل حاجه وارجع لي بعد كده. ماشي بقى، مو يعني انا عشان الموديل ده برنه عندي في الشركه على كور اي 7 رام 16 و2 فيجا. بيرن في قد ايه بس؟ مش عارف تقريبا 5 دقايق حاجه. عادي واخد شغال في محرم بخوم على جهاز كورت ديو 4 رام. كنت بروح الصبح ارن الكوبري وافضل العب بيتي مع الموبايل. هو ما خلص انا شيء خلاص افك الرن ورن ثاني يوم تاني. مش باخد حاجه. انا قعدت 5 شهور ومشيت من غير ما اخد حاجه. Thank you.
خلاص يا عم روح عليا يا عم، هسلك على الافوار بتاعتي كلها واقول له شو سيلكتد اوبجكت اونلي. لا صدقوا كان في كور شمال كده احنا نسيناه. طب احنا ممكن نسلك باي بروبرتي بقى، لما يجيب لي الكور معايا مش عايز الشير هول معايا ده، هقول له هول سيكشن هات لي ريتيننج، مش عايز ريتيننج هول، انا عايز هول 30 و40 بس، واقول له سيلكت، اقول له شو سيلكتد اوبجكت اونلي. تمام اهو ده كده الكور اهو ومعمله ديزاين. هنا طلع لك حديد طولي، لا انا عايز نسب، انا سلحته خلاص. بقف هنا على الديسبلاي ديزاين برضو واقول له هات لي الدي سي ريشيو، الدي سي ايه ريشيو. نفس الثانيه، مش كنا في العمدان هنا بنجيب من ديسبلاي ديزاين فبنجيب بي ام، هنا بنجيب ديسبلاي ديزاين وبنختار دي سي ريشيو. تمام، هتلاقيه بقى هنا جايب لك الريشيو بتاع العمدان اهي. بص هنا بوينت 2 بوينت 2، بعد هنا هنا بوينت 9، وهنا بوينت 3. ايه ده؟ عشان سمعنا بوينت 9 عشان ارتفاع الدور هنا عالي قوي. طب عشان بقى افضل انا ادقق نظري في عيني كده هتعمي؟ لا يا عم، سلك على كل الكور اللي عندك. تمام، ركز معايا يا عبده. احساني بتبص في ايه؟ ماشي صح، منطقي برضو. طب واللي جنبك يا صفتي يا فياض؟ واللي جنب يوسف راح فين؟ مش حد اصلا؟ اذا حد غايب النهارده؟ ده اصلا 19 واحد صح؟ اه ماشي، باخد التمام بس. شو تيبل هنا، من شو تيبل دي بجيب ديزاين شير وول ديزاين اهي، واقول له هات لي الشير وول بير سمري، هات لي السمري بتاع الشير وول ديسبلاي شو تيبل اللي انت ممكن تجيب منها الرياكشنات بتاعت الزلازل. بدل ما نختار الاناليسيز ونختار الرياكشنات نختار الديزاين شير وول ديزاين وعلم على قبل الاخيره دي. فيها حاجه كده؟ هقول له اوكي. بدل ما ادقق عيني بس، انت عايز تقراها من على البتاع اقراها. هنا هتلاقي جايب لك كل البير، بص بقى عشان دي فوق كده هتلاقي هنا جايب لك ايه كل البير. هتقف على كليك يمين على هنا وتختار بير واحد بس، بص كده بقى بير واحد بس. وهنا الدي سي ريشيو اهي صح، تقف على دي وتقول لي رتبهم لي من الاعلى للاقل كده. اعلى حاجه كام؟ بوينت 9. يبقى كده بير واحد سيف. سلام عليكم، في مشكله كده؟ حلاوه بالقشطه. تمام، تيجي هنا وتختار بير 2 بدل بير 1 وتقول له رتبهم لي من الاعلى للاقل سي. انا لسه عملت حاجه يا عم، بص ده مقروس بقى، ده ممكن نزوده في الاول. طب انا مقروس فين؟ في الدور الفيرست بيزمن والجراوند والفيرست، ممكن كمان ما هنا بقى بوينت 8 كده خلاص بقى كده بقى حلو. فاحنا ممكن كده نخليه في اول ثلاث ادوار فاي 16 وكده نقص بعد كده فاي 12. ده عشان نعرفه ازاي في اللوحه، بنرسم كور ونحطه فاي 16 ونكتب تحتيه فروم فاونديشن لحد الفيرست، اخده كوبي واشيل ال 16 اخليها 12 وهو نفس المسافه، واشيل وخليه من الفيرست لحد الروف. بس اهو زي في الكاد اهو، بص هنا في الكاد مكتوب هنا ده وول واحد سيكشن. ده عند الاوبننج، فكك من دي، فين مش كاتب هنا اهو حاجه زي كده اهو. ده وول واحد من توك كذا لتوك كذا، عشان دي بس كان هنا كان عندي مأذنه ودي كانت توكات، ما كانش بالليفل، ما كانش في ادوار اصلا. لو انت عندك هتقوم عامل له دي وول واحد من فروم فاونديشن تو فيرست، وكده تاخدها كوبي وتعدل الحديد من 16 تخليه 12 وتكتب له هنا فروم فيرست تو اخر مبنى بقى روف ابر روف زي ما يطلع. في مشكله كده؟ نكمل. طيب نشوف بير 3 عادي، ما سيبش كده، هنعمل برضه اوفر، هنعمل اوفر رايت اه. تمام، هسيب بير 3 ونعمل نرتب، هنطلع فوق. ده ان سيف اهو، ان سيف اهو. بص لحد برضه ايه، في هنا حاجه في الجراوند اخر، بص اعلى رقم طالع في الجراوند يبقى جراوند وفيرست بيزمنت وفيرست يبقى برضه مع اخوه، يبقى كده بير 2 و3 كلهم الكبار دول يبقوا تحت 16. نكمل ونجيب بير 4، بي 4 ونرتب
من الاعلى للاقل، دي اسرع طريقه بقى عشان ما تفضلش دقق بعينيك وبص فوق وبص تحت ويجي لك عامل الوان. ده مسيف زي الفل. نجيب بير خمسة. لسه مسيف برضه. فانهم عاملين ايه؟ واقفين كده وعاملين فيو ست 3 دي فيو. نجيب الاكس زد ونخلي الزاويه بزيرو. اهو يا باشمهندس ادي اول دور، ده كده اول دور، ده تاني دور، وده تالت دور. وانا كنت مقسم البتاع دي اتنين عشان كنت شايل المكان اللي فيه الباب، كنت مقطع الكور عشان اشيل مكان الباب بدل ما اعمل اوبننج جوه الكور يعني. فاخدت بالكم من هنا، انا عرفت من دي الدور اهو. فكده ده جراوند فيرست، ده فيرست بيزمن، ده جراوند، ده الفيرست. واقوم رايح هنا هقول له اساين بير سيكشن يونيفورم، واقول له الجزء ده خليه لي فاي 16 كل 150 ومتركز كام 18، واعمل اوكي واعمل رن تاني. ايه مش مهم تفهم، خلص بس حاجه عشان لو خرجت في كل حته كده هشتتكم. اخلص بس الجزء ده واقول لك ليه. في واحد واحد داخل على البوردر، كثره الاسئله كثره الاسئله كثره الاسئله كثره الاسئله كثره الاسئله. انا في محاضره السيف الاولى في الجروب الثاني من بعدها منعتهم اي حد يسالني وانا بشرح. ليه؟ كنت رايح كاتب معايا ورقه كده صغيره مرتب فيها اللي انا هقوله. قعد كل واحد يسالني لحد ما بقت المحاضره بدل ما هي شرح بقت رد على اسئله. وبقى ايه؟ عمال كل واحد يحتفني في سكه ثانيه، سكه ثانيه العيال بعد ما خلصوا تاهوا. اللي هو بقى ايه؟ اشرح لهم دي هول، ومره واحده بسيب الهول واروح اوريهم اللي عملنا فتحه. فكنت نفسي اصلا الموضوع انا بتكلم فيه. لا، فالمفروض يكون في وقت الشرح ووقت الاسئله. تمام؟ دي من غير زعل عشان يكون كلكم. بصوا كده بقى لما نقف هنا ونقول له وريني الديسبلاي بتاع الريشيو. اهو الدي سي ريشيو. بصوا بقى كام؟ بوينت 8 بوينت 7 بوينت 8 بوينت 6 بوينت 7 بوينت 6 7 بوينت 6 بوينت 7 بوينت 6 بوينت 7 سيف. خلاص خلصنا كده الديزاين. طب عايزين نتشيك على الشير. طب طبعا لما تقف كليك يمين كده على اي كور بيقوم يديك هنا حاجه، ده ديزاين ده الديزاين بتاع المومنت. كده في ديزاين الشير. ثواني راح فين؟ اهو شير ديزاين. هتلاقي عندك ليج. ايه الليج دي يا باشمهندس؟ كل حته في الكور ده بيسميها ليج. في بقى حته كده في دكه صغيره لما يكون عندك هنا ليج كمان عامله كده، دي بيسميها لك ليج. خلي بالكم ان دايما بيطلع فيها الشير عالي عشان يبقى فيها ستريسز متركزه. وبتلاقي الحته دي محتاجه حقيقه شير فاي 22. احلقلها بقى. مش همشي كل اللي ساخنه في فاي 22 عشان الحته دي، ده ممكن اشيلها اصلا. تمام؟ هنبص هنا كده هنلاقي الريبار اللي محتاج لي. اكبر رقم فيهم ايه؟ 944، صح؟ 944 مللي في المتر. اهو كاتب فوق تحت كلمه ريبار مللي متر مربع لكل متر. 944 ده انا عندي وجهين فاقسمهم على الاثنين قول هيطلع الوجه 500. 500 انا احط يا عم فاي 10، احط فاي ايه؟ 10. فيطلع لي معايا فاي 10 78. 500 على 78 بكام؟ هيطلع حوالي تقريبا 7 في المتر. بس يبقى 7 فاي 10 في المتر، ده الحديد الاوفر. وتوحد بقى كل اللي جاز زي بعض. ما تعمليش رجل 7 فاي 10 وسلاح لي كل اللي وجه لوحده. هو الراجل بيحط الحديد الاوفر كله زي بعض. فناخد اكبر ليج ونرحل عليها الشغل كله. السلام عليكم. في مشكله في الكور؟ خلصنا كده زي ما كده خلصنا المحاضره. حد عنده سؤال؟ في اول الكور من تحت واول الكور عند اول الدور واخر الدور. تمام؟ لو عندك ارتفاع الادوار في المنشا كله زي بعض غالبا بيطلع الماكسيمم شير عند الابيز عشان جاي من الزلازل. هو بياخد كل حته لوحدها يزنها في الشير لوحده. كل حته ايه؟ كل واحد الشير كل واحده على دي التسعه. يعني ليك 8 و9 غير كل اللي جت دي 4 مثلا
لا يا عم انا عامل كرش الحوف لو شفتوش. بص في البلان الكور ده قد ايه. ادي لج 2 3 4 5 6 7 8 9 حتى الخط الصغير هو بيعد. يعني ده كده لج، ده كده لج، ده لج، ده لج، ده لج، تمام. الحته اتقطعت لج وده لج. لان انا بص بقى كان سؤال في فياض بقى، انا كنت راسم البتاع ده مش كوره، كنت راسمه شير وول عاديه وول كامله، ففي فتحه باب في الكور ده، فانا كنت قاسم الدور نصين وشايل مكان فتحه الباب. وصلت كده؟ بدل ما ارسم فتحه بايدي يعني. قطعت الشيل الاثنين. اسمع المحاضره الثانيه، اسمع المحاضره الثانيه. محاضره ثانيه عشان جيتها لكم وسبتكم ودخلكم انتوا في السيف فنسيتوها. وما تكونش حاجه تطبقوا عليها، هي ما لهاش حاجه تطبقوا عليها، هي بتطبق عليها في كل حياتها مش شغاله على الكتاب. اسمعوا محاضره ثانيه يا جماعه معلش كده. لا لا الفيشن الليج دي هو بيقول لك الحديد الشير الدور اهو ده ارتفاع الدور بيديك الحديد تحت والشير فوق كل دور عند كل دور هتقف عند كل دور هتلاقي الليج عمال يقل معاك الا بقى لو عندك دور ارتفاعه كبير تشيك عليه برضه بس لو ارتفاعه دور واحد طبيعي عندك الشير بتاع الزلزال بيجي ويفضل يقل طول ما تتصرف تمام هي انا عاملها فتحه انا مفتحها في الكور في التفصيله فتحه يعني مكثف حديدها كانك عندك فتحه بلاط تمام كل ليج بتاع كور واحد يعني عندك الكور ده كذا ليج كل كور ده الافق بتاعه واحد بس مش كل الاقوار تمام وممكن توسع يا جماعه احنا ممكن نقص حته ست الموبايل احنا ممكن نقص عشان الحديد الشير بس لو يطلع بحاجه للحديد الراس مينيمم والحديد الشير طلع لك في اوردر 16 في 150 لو عندك كور صغير وزلزال كبير في مطار 4 لازم ما هو الشير ده جاي لك من زلازل من كور فايل صح؟ فممكن تلاقي نفسك عامل بس قصه في الكور عشان تلاقي حديد الشير وحديد الراس زي ما هو وصلت كده؟ دي هي كل الكيس اللي هتقابلكم في تسليح الكور حد عنده مشكله اقفل التسجيل وبعد كده عايز يسال يسال